السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده ويوم جديد في مزرعتك بيتك. النهارده زي ما حضراتكم شايفين الناس اللي بتسالنا على كتكوت للبيض، هو ده الكتكوت للبيض يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين. ولكن قبل ما نبدا الحلقه كالعاده ما تنسوش الصلاه على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ما تنسوش كمان تنزلوا حاله التعليقات تكتبوها بايديكم وخلوها شاهد لينا يوم القيامه. اي حد من اخواتنا المبتدئين عنده دوره تسنين المتابعه معايا مجانا كالعاده زي ما حضراتكم عارفين، بسيب ليكم الرقم في نهايه الحلقه على الشاشه، بتكلموني على الرقم برد على حضراتكم في اي وقت. اي حد عنده اي سؤال يكتبوا لنا في التعليقات تحت الفيديو برده برد على حضراتكم وعلى معظم تعليقات. طيب النهارده عندنا ايه؟ زي ما حضراتكم شايفين النهارده كده حلقه سريعه واستثنائيه. الكتاكيت اللي قدام حضراتكم دي يا جماعه كتكوت تشتغلوا بيه في الصيف وانتوا قلبكم جامد. طيب الكتكوت ده ايه يا سمر؟ الكتكوت ده يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين اللي هو الفيومي الرزي اللحم، اهو ما شاء الله شايفين ده الكتكوت اللي هو الفيومي الرزي يا جماعه على وشه. على وشه يعني ايه؟ يعني برابر في البيوت زي ما حضراتكم شايفين كده. الكتكوت ده سعره حلو جدا، مناعته كويسه جدا جدا، معدل التحويل بتاعه هايل، مفيش بعد كده. كتكوت تشتغلوا بيه في الصيف، الناس اللي مش عندها اماكن مجهزه تقدروا تشتغلوا بيه الكتكوت ده وقلبكم جامد. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت مش لازم ابدا يكون عندك خلايا تبريد وشفاطات علشان تشتغل بالنوع ده من الكتاكيت. النوع ده اسمه ايه يا جماعه؟ اسمه فيومي رزي. زي ما حضراتكم شايفين كده الكتكوت، شايفين المناعه بتاعته، شايفين الحيويه، شايفين التجانس بتاع الكتكوت، ما شاء الله هتلاقوا كله اسطمبه واحده زي بعض، ولا تلاقوا كتكوت كبير ولا كتكوت صغير ولا الكلام ده كله اهو. مهم جدا جوده الكتكوت يا جماعه اللي بتشتغلوا بيه ايا كان نوع الكتكوت، سواء ان كان ابيض زي ما حضراتكم شايفين الكتكوت اللي قدامكم ده يا جماعه رز شركات، ده اسمه ايه؟ اسمه كتكوت ابيض رز شركات. الكتكوت اهو ما شاء الله حاجه كده حكايه زي ما حضراتكم شايفين اهو، ده الكتكوت اللي هو الرز يا جماعه، بصوا اهو حاجه كده ما شاء الله، اللهم بارك لكل الناس اللي بتستلم مننا النهارده حاجه كده زي الورد. طيب في عندنا كمان كتكوت لحم ما شاء الله مناعته كويسه جدا، تحويله عالي جدا جدا، وهو يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين كده الساسه ومعاه الجميزه البيور. الجميزه البيور يا جماعه كتكوت لحم مش بيض. بمعنى ايه؟ يعني ده كتكوت يحول معاك، يديلك معدل تحويل للحم ما شاء الله ممتاز، حاجه كده اهو بصوا اهو يا جماعه، ده اللي هو الجميزه البيور. ممكن تلاقوا فيه الدقه اللي هي البيضه دي، ممكن ما تلاقوش، يعني مش لازم ابدا يكون كل الكتاكيت فيها دقه بيضه، ممكن تلاقوا في القفص زي ما حضراتكم شايفين كده كتكوت فيه دقه بيضه، برده لو قلبتوه بالمنظر ده هتلاقوه بالشكل ده كده اهو، ممكن تلاقوه اسود خالص ولكن برده لو قلبتوه هتلاقوا فيه الدقه البيضه دي في بطن الكتكوت كده بالمنظر ده. الكتكوت هتلاقوه لونه اسمر لامع زي ما حضراتكم شايفين كده، فيه فرق ما بينه وما بين الفيومي. تعالوا معايا هنا كده يا جماعه، ده كتكوت، تعالوا نشوف الفيومي اهو يا جماعه، ده فيومي رزي، ده ايه؟ فيومي رزي. لو حطيناه كده جنب التاني اهو هتلاقوا الاثنين زي بعض، ده فيومي رزي فيه نقطه سوداء برده وفي نقطه بيضاء عفوا اهو زي ما حضراتكم شايفين، ولكن ده الجميزه اللحم. طيب حاجه مهمه جدا يا جماعه تاخدوا بالكم منها، ان الفيومي الرزي ممكن يطبع لكم على ان هو الجميزه، ولكن بتلاقوا ده حجم وده حجم تاني اهو، ده فيومي رزي اللي هو ده وده الجميزه، واخدين بالكم؟ بصوا هنا كده في القفص وركزوا، هتلاقوا هنا الالوان اللي هنا دي اللي هي الغامقه دي ممكن تتباع لحضراتكم، يعني واحد زي ده كده، ده فيومي رزي اهو، ما يفرقش كتير عن اللي هو الجميزه، ولكن ده نوع يا جماعه وده نوع تاني خالص، ده جميزه لحم اللي هو ده وده فيومي رزي. فيومي رزي بتلاقوا فيه برده اللون الغامق اللي حضراتكم شايفينه، هتلاقوا فيه اللون الاسمر اهو، وهتلاقوا برده فيه الدقه البيضه. طيب مين اللي يعرف الكلام ده؟ احنا يا جماعه، يعني حضرتك كعميل او كمربي مش هتعرف الكلام اللي انا بقوله لكم ده يا جماعه، وصدقوني الكلام ده محدش بيقوله غير سمر وغير مزرعتك في بيتك، وكلكم عارفين المصداقيه في الشغل اللي احنا بنشتغل بيه اهو يا جماعه. يبقى مهم جدا وانتوا بتجيبوا اللي هو الفيومي الرزي تبقوا عارفين يا جماعه ان ده بيكون شكله، بتلاقوا الكتكوت بتاعه او البربره بتلاقوا لونها بني بالمنظر ده، هتلاقوا كمان فيه الديك بالمنظر ده، كل الالوان الفاتحه دي يا جماعه بصوا معايا كده، كل الالوان دي ديوك يا جماعه، ده ديوك، يعني لو انت مثلا محتاج فرد ديوك بس بنجيب لك فرد ديوك، بس محتاج على وشه بتلاقي المنظر ده كده اهو زي ما حضراتكم شايفين، بصوا اهو خلاص كده. بصوا كمان على حجم الكتكوت، الكتكوت ده يا جماعه ممكن برده يتغش، بمعنى ايه؟ ممكن يباع لك البلدي على ان هو فيومي رزي، لان البلدي برده فيه نفس الوان الفيومي الرزي، صدقوني ما حدش هيقول لكم الكلام ده والله العظيم اهو،
خلاص كده يبقى فهمنا ان الفيوم الرزي دي بتكون الوانه اللون البني واللون اللي هو الرمادي ده بيكون لون الديك يا جماعة. اهو ده كله ديوك، هو ده مش فرد ديوك ولكن ده على وشه، ولكن فيه نسبة ديوك عالية تكاد تكون 70% ديوك ما شاء الله. اهو يبقى عرفنا ان فيه فرق بين الجميزة والفيوم. ده فيومي اهو يا جماعة، لو احنا جبنا الكتكوت ده من القفص من هنا ونقينا كده او اخترنا الالوان اللي هي الغامقة دي، تعالوا بقى كده نحطها في وسط الجميزة. خليكم معايا انا مش هفصل اهو، بصوا انتوا مش هتعرفوه، ده فيومي رزي اهو، ولكن اللي قدام حضراتكم ده جميزة. شايفين فرق الكتكوت قد ايه؟ شايفين الحجم هنا عامل ازاي؟ الحجم هنا بيبقى في حجم الكتكوت الساسو يا جماعة، الجميزة في حجم الكتكوت الساسو، ولكن الفيومي اهو بيبقى حجمه صغير شوية. تعالوا نحط الاثنين جنب بعض كده اهو علشان بس تكونوا فاهمين. اهو بصوا شايفين فرق الحجم قد ايه يا جماعة، واضحة الصورة؟ شايفين ده اللي هو الفيومي الرزي اهو، حجمه بيكون بالمنظر ده، وكمان الجميزة بيكون بالمنظر ده. في فرق هنا في الحجم يا جماعة او في الوزن، لو احنا بنوزن دلوقتي وحطينا ده على الميزان وحطينا ده على الميزان هنلاقي ده وزن تاني وده وزن تاني خالص، فاهمين قصدي؟ ولكن الاثنين نفس اللون، يعني ممكن يبيع لك الفيوم الرزي على ان هو جميزة بيور، ولكن بيختلف طبعا. اهو خلاص كده. كمان الكتكوت اللي هو الرز ده كتكوت من افضل الانواع اللي تشتغلوا بيها في الشتاء، في الصيف عفوا، بيدي معدل تحويل كويس جدا، مناعته عاليه جدا، بيتحمل درجات الحراره. الناس اللي مش عندها برضو اماكن مجهزه تقدروا تشتغلوا بالكتكوت ده. خلاص كده، يبقى الناس اللي عاوزه تشتغل في الصيف وخايفه من الكتكوت الابيض تقدروا تشتغلوا بالساسو اللي هو ده، وتقدروا تشتغلوا بالجميزه البيور، لحم معدل تحويلها كويس جدا، هتديك متوسط 2 كيلو في 45 يوم. الكتكوت ده لو قعد معاك 50 يوم هيوصل معاك ال 3 كيلو ما شاء الله. خلاص كده زيه زي الساسو اهو يا جماعه. خلاص يبقى قلنا ده ساسو ومعاه الجميزه البيور، والاثنين على فكره نفس الفصيله. خلاص كده، وفرقت لحضراتكم ما بين الجميزه البيور وما بين الفيومي الرزي، نفس اللون ولكن الحجم مختلف. طبعا خلي بالكم من القصه دي لان ما حدش هيقول لكم الكلام ده غيري. خلاص كده، طيب دي كانت حلقتنا النهارده، بجد من قلبي بتمنى لكم جميعا التوفيق. لو حابين ان انتوا تعملوا مشروع وما توقفوش شغل في الصيف، اشتغلوا بالكتكوت ده على ضمانتي بعد ربنا طبعا. ودي كانت الحلقه النهارده، حبيت اقول لكم الكلمتين دول كده سريعا لان اخواتنا من محافظات الصعيد تحديدا بيسالونا عاوزين نشتغل وخايفين من الكتكوت الابيض، فبنعمل ايه؟ نوقف ولا نعمل ايه؟ لا يا جماعه، اللي عاوز يشتغل يقدر ان هو يشتغل بالكتكوت اللي انا وريته لحضراتكم ده، الفيومي الرزي اهو. والناس اللي حابه تميز بين الديك وما بين الفرخه او البربره، ده الديك يا جماعه دايما بيكون لونه بالمنظر ده، ولكن البربره دايما بيكون لونها بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه، بتلاقوا فيها بني، بتلاقوا فيها اللون اللي هو الاسمر اهو اللي هو شبه الجميزه ده، ولكن ده مش جميزه يا جماعه. الجميزه اهو، تعالوا كده اهو، ده جميزه وده فيوم. بصوا شايفين اهو، مفيش اي فرق خالص، يعني ممكن يبقى لك الفيوم ده على ان هو الجميزه، ولكن ده حاجه وده حاجه يا جماعه، ده فصيله ودي فصيله تانية، ده له معدل تحويل وده له معدل تحويل، فمن قصدي ايه؟ الفيومي اهو والجميزه اهي. دي كانت حلقتنا النهارده، بجد من قلبي بحبكم جدا في الله، شكرا ليكم على الثقه الغاليه، شكرا جدا ليكم، بحبكم جدا، شكرا لكل اخواتنا من مصر، شكرا لكل اخواتنا من الدول العربيه، تحياتي ليكم، استنونا في حلقه جديده. لو شايفين المحتوى مفيد شيروه علشان الغالي يستفيد. اشوفكم تاني بألف صحه وخير.